السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. قناتكم اكزرسيس مات كو اي مع التمرين الثاني. وصلنا للفونكسيون رقم 3 اللي هي اف دو اكس ديال كوسينوس دو اكس اس اكس. دائما داك لي فونكسيون اللي كيكون فيهم يعني الاس وفيه اكس، اش كندير؟ كندخل اكس بونونسيال والارين، حيت كنعرف باللي واحد عندي واحد اكس صافي، اكس كيساوي هو الاكس بونونسيال ديال الارين ديال اكس. مزيان، يعني كنطبق هاد العلاقه بحيث ان اكس خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف حيت اكس داخل الارين. ولكن دابا ما علينا، حنا نخدموها هنا. يعني بالنسبه لهاد الفونكسيون هنا اوفوازيناج زيرو على الوضع ان كيساوي 3. يعني هاد الفونكسيون هادي شنو هي؟ الا دخلت الاكس بونونسيال والارين، هي الاكس بونونسيال ديال الارين ديالاش ديال كوس اكس اوس اكس. كنعرف بلي الاكس بونونسيال ديال اكس على بوسونس ان، داك ان كتهبط لنا هنا، عندي الكوس اكس اوس اكس، يعني اكس كتهبط لنا وهنا الكوس اكس. غنمشي ندير ديفلوبمون ليميت ديال الارين ديال كوس اكس، هادي اول حاجه صافي. يعني هنايا عندي اش، عندي اكس 0 هو 0 و ان شحال هو 3. الا بغيت ان تكون 3 خاصني ندير هنايا غير ديفلوبمون ليميت ديال الارين ديال كوس اكس و فوازيناج 0 الوغ داك ان شحال كتساوي 2، حيت هنا راه تضرب في اكس و اكس بتيتو ديال اكس او كاري راه هي بتيتو ديال اكس اس 3 صافي. مزيان، اذا بالنسبه لي هنا لاحظ معايا، غنبدا بالالين ديال كوس دو اكس ندير لها ديفلوبمون ليميتي و فوازيناج 0 الوغ داك ان كيساوي 2. اذا بالنسبه لي انا الكوس شنو هو ديفلوبمون ليميتي و فوازيناج 0 الوغ داك ان كتساوي 2، راه هي 1 وهنا ناقص اكس او كاري على 2 عامله اللي هي 2، هنا بلوس بتيتو ديال اكس اس 2. مزيان، يعني بالنسبه لي هنا لاحظت معايا شنو شنو بقى لينا هنا كوسينوس اكس. يعني دابا خصني ندير هادي ديفلوبمون ليميتي، يعني هنايا ديفلوبمون ليميتي ديال الان ديال كوسينوس اكس شنو هو؟ هو الان د واحد، حيت القوس اس ديفلوبمون ليميتي ديال كوسينوس اكس وفازيناج 0 لوطخ ان كتساوي 2 هي واحد ناقص اكس او كاري على 2 وهنا بلوس بتيتو ديال اكس او كاري. مزيان، هنا او شادي نوضع او، يمكن لك توضع او هي هادي كاملة صافي، حيت هنا واحد زائد شي حاجة توضع او هي هادي كاملة صافي، ولا توضع هي هاد اكس كاري على 2 حيت هادي الليميت ديالها في 0 هي 0، هادي هي صافي. إذا شنو هو الديفلوبمون ليميت ديال هادي وفوازيناج 0 الوغ ان كتساوي 2؟ يعني هي الديفلوبمون ليميت ديال هادي، إلا سميت هادي او يعني الارين واحد زائد او شحال تكون؟ غتكون هي او ناقص او او كاري على 2 وهنا بلوس بتيتو ديال بي او كاري، حيت الليميت ديال هادي في 0 هي 0 هي عبارة على بولينا. إذا هنا خصني نحسب عيد ديك بي او كاري، حيت بي هي عندي إلا بغيت بي او كاري. شنو هي بي او كاري؟ هي او في او، يعني هي هادي في نفسها، يعني هي شنو؟ هي هاد ناقص اكس او كاري على 2 بلوس بتيتو، يمكن لك دخل بتيتو ديال اكس او كاري، غير باش تفهم داك الزيرو بعد المرة كتساوي 0، داك الزيرو علاش مكنكتبوش؟ علاش بلاص هاد او او كاري؟ حيت انا عندي ندخل او او كاري، الا حيدتي بتيتو غتعطيك زيرو. انت غتشوف هنا مضروبه في نفسها اللي هي ناقص اكس او كاري على 2 وهنا بلوس بتيتو ديالاش ديال اكس اس ديال اكس اس 2، هاد باش تعرف صافي. هنا ناقص اكس او كاري على 2 في ناقص اكس او كاري على 2 شحال هي؟ ناقص هي اكس اس 4 على 4، اكس اس 4 راه فاتت اكس او كاري ما نكتبهاش، يعني هادي في هادي زيرو وهنا بتيتو اكس او كاري في هادي راه هي بتيتو اكس او كاري وهنا هادي في بتيتو اكس او كاري هي بتيتو اكس او كاري، بتيتو اكس او كاري زائد بتيتو اكس او كاري هي بتيتو اكس او كاري. اذا هادي شنو هي؟ هادي راه هي بتيتو اكس او كاري. باش تعرفني علاش انا كنجي نعوض او كاري هنا بتيتو اكس او كاري وهنا غادي نعوضها بزيرو صافي، هاد او كاري هنا نعوضها بزيرو، علاش؟ حيت غتعوض بتيتو اكس او كاري، بتيتو اكس او كاري الكل او كاري هي بتيتو اكس او كاري، يعني ما فيها حتى شي اشكال زايد. اذا هنايا فاش فهمني علاش كنعوض انا داك او او كاري في الحصه السابقه، يمكن كانت عندنا او اس 5 هي ساوت لنا زار، ولكن انا عوضتها باش عوضتها في اكس اس 5 غير باش تفهم البلان مين جا. اذا هنايا شنو؟ هادي نعوضها بزيرو وهاد او او كاري باش نعوضها ببتيتو اكس او كاري صافي، يعني هي بتيتو اكس او كاري. اذا بالنسبه لهنا شاجب لي ديفلوبمون ليميت ديال ال عند 1 زائد كوس اكس و فوازيناج 0 الوغ داك ان كتساوي 2، راه هي اش؟ راه هي هاد اي انا عوضها بداكشي اللي كيساويها اللي هي هادي اللي هي ناقص اكس او كاري على 2، وبالنسبه لهادي راه 0 هنا زائد بتيتو ديالاش ديال اكس او كاري. دابا فاش غنضربها لاحظ معايا بلي برا مضروبه في اكس، يعني ضروري انا نضربها في اكس، يعني هنا تضرب في اكس
علاش زايد واحد؟ علاش زايد واحد؟ ما فهمش انا. انت عندنا الالين عندنا الالين ديال كوسينوس اكس، انا ماشي درت هنا واحد زائد الكوس، عندنا الالين ديال كوسينوس اكس. هذا هو ديفلوبمون ليميتي ديال الالين كوسينوس اكس. هنا عندنا الاكس بو الاكس الالين، يعني خصني نسير هذه نضربها في اكس، عاوتاني نضربها في اكس، اكس الالين ديال كوسينوس اكس شنو هو؟ اكس في ناقص اكس او كار على جوج هي ناقص اكس او ثلاثة على جوج، و اكس بتيتوت اكس او كار راه هي بتيتوت اكس او ثلاثة. إذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال اكس، الالان ديال كوسينوس اكس وفوازيناج زيرو على وضع ان كتساوي 3. إذا هنا نرجع نكتبو في الأول باش تبقى لي المساحة هادي نخدم فيها. إذا هنا اكس الالان ديالاش ديال كوسينوس اكس شنو كتساوي ليا؟ هي ناقص اكس اس 3 على جوج زائد بتيتو ديال اكس اس 3 صافي. اذا بالنسبه ليا هنا نرجع للفونكسيون اف اللي كنقلب ليها على ديفلوبمون ليميتي. اذا بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس ديالي هي شنو هي؟ هي ليكسبونونسيال ديال اكس ال كوسينوس اكس، يعني هي ليكسبونونسيال اكس ال كوسينوس اكس. درت لها ديفلوبمون ليميتي راه هي هي ناقص اكس اس 3 على جوج، وهنا بلوس بتيتو ديالاش ديال اكس اس 3. واش هادي الليميت ديالها في زيرو؟ هي زيرو ولا لا؟ الليميت ديالها في زيرو هي زيرو. اذا راه يمكن لي نطبق عليها القاعده ديال ليكسبو. ليكسبو شنو كيعطيني؟ كيعطيني هو واحد زائد او ياك زائد او او كاري على جوج عامله اللي هي جوج، وهنا زائد او اس 3 على 3 عامله اللي هي 6. هنا بلوس بتيتو ديالاش ديال او اس 3. او دابا غنختار شنو هي؟ راه هي هادي هي اللي فوق الاكس بو. يعني هنايا الا بغيت او او كاري، حيت او ها هي، الا بغيت او او كاري راه هي او في او صافي. يعني هي ناقص اكس اس 3 على جوج، وهنا زائد بتيتو، ولا بلاش ما نزيد داك بتيتو في الاخير الا كانت كتساوي زيرو راه غنقول بلي هي بتيتو دي اكس اس 3 كما شفنا هنا. اذا هنايا غنضربها في نفسها اللي هي ناقص اكس اس 3 على جوج. شحال عطاتني؟ ناقص اكس اس 3 ناقص اكس اس 3 ناقص مع ناقص مشات، بقات اكس اس 3 في اكس اس 3 هي اكس اس 6. اكس اس 6 راه فاتت ليا لوغد غير اللي كنقلب عليه اللي هو 3. اذا هادي شحال تساوي؟ تساوي 0. مزيان، يعني الا بغيت اي اس 3 شحال تكون؟ هي اي او كاري في اي، و اي او كاري 0 يعني هي 0 صافي. هنا غادي نوقف. يعني هنا شنو غتكون؟ ديفلوبمون ليميتيد فونكسيون اف اف دو اكس شحال تكون؟ راه هي واحد هنا زائد اي بالنسبه لاي، هنا هي او هاذي هي اللي هنا الفوق عند الدلعير، يعني كتيطو بلاش ما تكتبو زائد او. يعني هنا او هي ناقص اكس اس 3 على جوج، هنا او او كاري و او اس 3 راه زيرو، يعني غنزيد غير بتيطو ديالاش ديال اكس اس 3، حيت قلنا هادي زيرو يعني راه كتساوي بتيطو اكس اس 3 كما شفنا في داكشي اللي شفنا من قبل. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميت اتش ديال الكوسينوس دو اكس اس اكس. اذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع المثال رقم 4. يعني ضروري تيليشارجيو الديب ديالي كاين في صندوق الوصف، راه فيه بزاف ديال التمارين والامثله. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله اللي هي واحد ناقص اكس على بويسونس اكس.